تي في قريبا. صراحة الله أنا في الليل يعني ماشي بحال استطادنا هنا كاين الهدوء والناس قيمين يعني الثمن كيبقى هو والله يعني كلشي ديال الناس يعني اللي ما عمرو جاو ليه اللي خصو يجيو ليه. وبالنسبة للهدوء كاين بزاف يعني القرية كاينة الطبع كاينة الناس قلال يعني ماشي بحال استطادنا كاين السكان كلشي كيما كاين عاوية السلال. بالنسبة لهنا كاين كلشي كاين كما كاين الخير كاين الهدوء كاين بلاد المقليل ماشي بزاف ماشي بحال استفادنا وهادشي اللي كاين. الأسعار هنا رغم أنه كاع كاين البعد على استفادنا كاع يعني نقولوا ماشي بحال كاين البعد على من هنا لمراكش يعني بعيد بزاف والأسعار كيبقاو خصنا استفادنا يعني الطاجين كيبقى الثمن ديالو مزيان بحالو بحال المدينة وكلشي يعني مكاينش حاجة مكاينش زايدة بزاف. والترونسبور هو بالنسبة للترونسبور عموما صعيب شوية ولكن الترونسبور اللي عندو طوموبيلة يعني ساهلة بحال كلشي ساهلة اللي خصو يجيب بكري حيت كيكون شوية المشكل في الباركين يعني هادشي اللي كاين. انت شحال مرة دابا انت تزور هاد المنطقة هادي؟ هادي تقريبا 4 مرات زرت إمليل وإن شاء الله غنجي مرة أخرى. لا ما عمر إمليل تملت هذا هو الناس ديالو يعني كيفاش داير الناس ديالو؟ الناس ديالو الله يعمر هذا الصراحة الله يعني الناس يعني كيستقبلوا الناس بطريقة مزيانة أحسن من استفادة أحسن من مناطق أخرى يعني كيما شفت الناس في مناطق بزاف ما كاينش فيها أحسن من الشركة. شكرا على السي عبد المجيد. عمر من جديد عندك من طنجة مراكش طنجة اول مره تجي لهنايا تقريبا انا ثاني مره ولكن ما عمرني وصلت هذه البلاصه هذه وهذه المنطقه هذه كيف تجيك مقارنه مع شي ولاد ديال وريكا والمنطقه ديال وريكا في الصفه عامه؟ على كل حال مزيانه محترمه طبيعيه. انا حتى وريكا مشيت لها تقريبا غير مره واحده. اذا سولتك على الاثمنه مقارنه مع وريكا بالنسبه للماكله بالنسبه ل يعني كيفاش دايره؟ هادو ما نقدرش نعطيك عليهم. ما سولتش سميتو؟ لا ما سولتش. لا سولت على الناس دابا حنا مستخدمين يعني كيديروا هذه الاسئله على طول في السنه ولا كتكون مناسبه ما كيجيش؟ الله اعلم من ناحيه الاسئله الله اعلم. انا كتجيني عاديه ما ترونسبور جيتو ترونسبور عادي ولا ترونسبور لا جينا في الطوموبيل. المهم كيف جاتك الاجواء هنايا؟ الطريق شويه اللي كرخصه من اسميل هنايا. من اسميل هنا 17 كيلومتر كلها هي تقريبا هي اللي كرخصه شي شويه. يلاه سي عمر الله يحفظك بارك الله فيك. سميتي امين جيت من مغرب. من مراكش؟ اول مره تجي لهنايا؟ لا بزاف مرات. وكي تجي في هذه المنطقه هذه مقارنه مع اوريكا؟ لا هنا حسن اوريكا ونقي على اوريكا. بالنسبه لاش لا نقي؟ لا من كل شيء فيه كل شيء نقي ورخيص. لا العام الجاي جيتي بوحدك ولا؟ لا جيت انا وبلاد عمتي. ها؟ انا وبلاد عمتي. وفيك اشنو المسائل اللي كتعجبك هنا بزاف؟ الفلوس هي والوقت. فين تكونجي؟ زكريا خسيوي. منين جيتي؟ من الاسفي. الاسفي؟ اول مرة تجي لهنا؟ لا بزاف تاع مرات. وكي جاك هنايا؟ زين من تاع السياحية. اشنو اللي عجبك هنايا؟ الماء والهواء نقي. الماء والهواء نقي. باش تغديتو اليوم جيتي تغديتو؟ ايه. باش تغديتو؟ طاجين. فاش جيتي تجيو في الكار ولا جيتي في الطوموبيل ديالكم ولا فاش جيتو؟ طوموبيل. طوموبيل؟ ايه. امتى جيتو؟ اه. امتى جيتو؟ مع 12. مع 12. صافي وصلتي. لا كنت جيتي لي ماما هي الخرا المقرا عيات هاي بنا وصلوا الشله الثانيه باش نقول لك عيات شنو الشله الثانيه